الاوتونوميك هنبدا بالحتت المهمه وبعدين ارجع للحتت اللي قبلها. اهم موضوع في الاوتونوميك سمباثيتك فانكشن وبارا سمباثيتك فانكشن، هو دول اللي لازم يجوا في الامتحان. هو انت بتاخد اوتونوميك عشان تعرف الفرق ما بين السمباثيتك والبارا سمباثيتك، اوكي؟ فهو ده اللي هبدا بيهم. المواضيع الثانيه اقل اهميه من الموضوعين دول، فنبدا بدول عشان انتوا لسه فايقين. صفحه 26 ركز معايا كده. ايه السمباثيتك ده؟ لقوا في شويه اعصاب طالعه من هنا، ولقيت في شويه اعصاب طالعه من الحته دي. ايه يا دكتور اللي انت رسمه ده؟ السبينال كورد. وانت خدت السبينال كورد في الاناتومي سيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرال كوكسوجيال، اوكي؟ طيب في شويه اعصاب طالعه من الثوراسيك واول اثنين في اللامبر، كل الثوراسيك واول اثنين في اللامبر. الشويه دول الناس مسكوهم وسموهم سمباثيتك. يبقى الاعصاب اللي طالعه من الثوراسيك واول اثنين في اللامبر سميناهم ايه؟ سمباثيتك. ماشي. ولقوا في اعصاب ثانيه طالعه هنا من الساكرال. انهي ساكرال؟ ما الساكرال دول خمسه. انتوا عارفين اولاد، انتوا عارفين الارقام دي 8 12 5 5 1 عارفينها من اناتومي ولا ابيض؟ بص الحته السيرفايكال دي اللي هي في رقبتك دي، دي بتتقسم 8 قطع. 8 قطع جوه متقسمه 8 حتت، والثوراسيك دي متقسمه 12، واللمبر متقسمه 5، والساكرال متقسمه 5، والكوكسيجيل بتبقى واحده بس. في اعصاب طالعه من الثوراسيك واللمبر سميتها سمباثيتك، وفي اعصاب طالعه من هنا واعصاب طالعه من هنا. خدت الاعصاب دي والاعصاب دي وسميتهم مع بعض بارا سمباثيتك. طب ايه الاعصاب دي طالعه منين؟ دي مش طالعه من السبينال كورد. اه دي طالعه من البرين. من انهي حته في البرين؟ يقول لك اصل البرين ده اساسا بيطلع 12 نيرف، 12 واحد، كل واحد فيهم ليه اسم. انا عاوزك بس الاعصاب اللي طالعه وشغاله بارا سمباثيتك مش ال 12 كام؟ زي ما انا راسمهم اربعه. انهي رقم كام يعني؟ ده هم 12 رقم كام؟ رقم ده وده وده وده. 1973 النرف رقم 3 والنرف رقم 7 والنرف رقم 9 والنرف رقم 10. هما كانوا كام؟ هما كام نرف؟ 12. أربعة منهم بس هما اللي شغالين برا سمباثيتك. طب وإيه اللي شوية دول؟ هو أنا قلت الساكرال كام حتة؟ الساكرال خمسة. الساكرال رقم 2 و3 و4 هما اللي دول اللي مطلعين برا سمباثيتك. يبقى تاني في شوية ناس مسكوا الأعصاب دي قال لك هنسميهم سمباثيتك، وفي ناس تانية مسكت الأعصاب دي وقال لك هنسميهم برا سمباثيتك. طب هما ليه سموهم الأسامي دي؟ قال لك لقوا السمباثيتك ده الأعصاب دي المجموعة دي من الأعصاب بتشتغل وأنت في ستريس. وأنت إيه؟ في ستريس، خايف من امتحان، قلقان من حاجة، شفت منظر بيرعبك، فيلم رعب، السمباثيتك هو اللي اشتغل. النتيجة طلعت كل ده السمباثيتك هو اللي اشتغل. طيب لقوا في أعصاب تانية بتشتغل بقى وأنت في الريلاكسيشن، قاعد بتتفرج على التلفزيون، قاعد بتاكل، ايه الاعصاب اللي هم دول؟ فسميناهم دول برا سمباثيتك وسمينا ده ايه؟ سمباثيتك. انت عليك بقى تدرس ايه اهميه السمباثيتك على الجسم، بيعمل ايه يعني، وايه اهميه البارا سمباثيتك على الجسم. تعال ناخد واحد واحد كده. هناخد السمباثيتك. يقول لك السمباثيتك بص هندرس الاعصاب دي بتعمل ايه يا اولاد. طلع الاعصاب دي متوزعه على الجسم كله، يعني في شويه اعصاب رايحه للهيد والنك، وفي شويه اعصاب رايحه للثوركس، وفي شويه اعصاب رايحه للابدومن، وفي شويه اعصاب رايحه للبلفس، في شويه اعصاب رايحه للابر لمب واللور لمب، يعني الاعصاب متقسمه. فاحنا هندرس السمباثيتك على كل حته، هندرسه على الهيد والنك، ولما هتقلب الصفحه هندرسه على الثوركس، ولما تقلب الصفحه هندرسه على الابدومن، هندرس السمباثيتك في كل حته. طب قول لي يا دكتور كده، بص انت المفروض تعرف كل، اكتب كده، المفروض اعرف في كل مكان اوريجن ريلي فانكشن، اوريجن وريلي وفانكشن. بس بص لو انت مش لاحق تذاكر او الدنيا كانت في اخر السنه صعبه، كفايه بس الفانكشن. تاني انت المفروض هتذاكر اوريجن ريلي فانكشن. ايه اوريجن دي؟ هو انا قلت السمباثيتك طالع من انهي حتت؟ الثوراسيك واللمبر، صح؟ طب هي راسك واخده منين؟ كل الثوراسيك راسك واخده من ده كله؟ لا، اول اتنين بس. راسي واخده من اول اتنين في الثوراسيك، ده اللي اسمه الاوريجن. طب الاعصاب دي وهي طالعه يا دكتور ماشيه كده رايحه؟ لا، انت خدتها في الاناتومي الاعصاب دي وهي ماشيه بتعدي على جانجليا. طب الاعصاب دي هتعدي على انهي جانجليا؟ يقول لك الاعصاب دي هتطلع لفوق لراسك كده وهتعدي على جانجليا هنا اسمها سوبيريور سيرفايكال جانجليا. هو ده الريلي. يبقى انت بتذاكر ده، اكتب على ده الاوريجن وده الريلي. يبقى كل حته في جسمك واخده من حته وعامله ريلي في حته. بس دي حاجه مش عاوزه شرح، دي عاوزه حاجه، عاوزه حفظ. كل حته تعرف انها الاوريجن والريلي.
ما لحقتش تذاكر الاوريجن والريلي كفايه بس تذاكر مين ده اسمه فانكشن بقى ده اللي مكتوب ده اسمه افكت او اسمه فانكشن مثلا انت لما تبقى في ستريس ومتعصب في حاجات هتحصل في عينك وفي حاجات هتحصل في السليفري جلاند وفي حاجات هتحصل في الجلد قول لي كده في عيني لو انا متعصب ايه اللي بيحصل يقول لك وانت متعصب زي ما ماما وهي بتبقى متعصبه عليك انت هتذاكر هتصعد يا كسب ذاكر تلاقي ماما بص بتتحول عينيها دي البتاع ده طلع لفوق كده ذاكر وتحس ان عينيها هتطلع لبره اه ما هو الحركه اللي هي عملتها دي ده كل ده اوتونوميك ما تبقاش تقصده ان عينيها اترفعت كده دي اسمها elevation of the upper eyelid اسمها ايه elevation of the upper eyelid علم على دي ماشي طب دكتور ده انا ساعات بلاحظ صراحه ماما عينيها بتطلع لبره ساكر يلا طلعت لبره اوكي قلت لها ماما طب عينك بس اللي تقع منك عينك عينها هتطلع لبره دي اسمها exophthalmos اسمها ايه exophthalmos يعني جحوظ في العين طيب بس بقى الشاطر يحفظ كده طب دكتور هو البتاع العين طلعت لفوق كده ليه ايه اللي العضله اللي عملت خلتها تبرق كده يعني عضله يقول لك حاجه اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورز عرفتها تحفظها ماشي مش عاوز مش مشكله ليفيتور بالبيبري سوبريورز طب دكتور انت بتقول عينيها اتزقت لبره ليه ده عضله اسمها مولر ماسل هي اللي بتزق على العين اسمها مولر ماسل طيب هو الواحد وهو قلقان وهو خايف وهو بيتخانق بيبقى عاوز يشوف قريب ولا يشوف كل حاجه من على بعد اه كل حاجه ممكن الواحد بيبقى عاوز يشوف كل حاجه حواليه ممكن يكون اسد جاي لك من هنا مش عارف ايه فيل جاي لك من هنا يعني ده حاجات كان ربنا عملها كل ده كان عشان زمان الواحد عين اولاد الواحد عينه بتعمل كده عشان يشوف كل حاجه حلو وعينه تطلع لبره برده عشان تطلع لبره عشان تشوف كل حاجه تشوف فوق وتحت لما بتطلع لبره شويه ده بيخليها تشوف احسن برده ربنا عمل انها تشوف بعيد كويس جود فار فيجن طب وجود فار فيجن دي ازاي لان في عضله بتحرك العدسه اللي في العين العضله دي اسمها سيليري ماسل السيليري ماسل دي بخليها تعمل ريلاكسيشن دي حاجه السنه الجايه هنعرفها السيليري ماسل دي لما تعمل ريلاكس تخليك تشوف البعيد كويس يبقى انا في الخناقه في الاسترس محتاج جود فار فيجن محتاج عيني اكس اوف سالاموس محتاج اعمل ايريفيشن اوف ايه ابر ايليد طيب انت خدت كمان حاجه في العين ان العين عامله كده وكده وفي حاجه في النص كده كان اسمها ايه بالعربي الحاجه دي اسمها انسان العين انا عاوز انسان العين ده يوسع انسان العين ده بالانجليزي اسمه بيوبل انا عاوز البيوبل يحصل لها دايلاتيشن بيوبل يحصل لها دايلاتيشن طب ودي عضله اللي بتشغلها اسمها دايلاتور بيوبيلي ماسل يبقى تاني الواحد في الخناقه محتاج ايه دايلاتيشن في البيوبل ومحتاج اليفيشن اوف ذا ابر ايليد ومحتاج اكس اوف سالاموس ومحتاج جود فار فيجن بس كفايه دول اللي انا معلم عليهم دول تذاكرهم طيب اللاكريمال جلاند لا دي بيقول لك دي نو سكريشن هو ايه اللاكريمال دي غدد دمعيه يقول لك انت ساعه التوتر عينك ما بتنزلش حاجه هتقول لي ايه ده ساعات بعيط ده ساعه لما الاسد بياكلك بقى ماما بتضربك دي قصه تانية اوكي انما ساعه الاسترس انت بدايه الاسترس كده انت ما فيش عياط ولا حاجه فانت اللاكريمال جلاند نو سكريشن ممكن تعيط بس نتيجه حاجات تانية مش الاسترس بقى نفسيتك تعبانه يعني حاجات تانية ماما زعقت بقى وكده. طيب السليفري جلاند يقول لك لما بتتخض السلايفا بتقل من بقك. صح ده انا بشوفهم في التلفزيون اول لما واحد يسمع خبر وحش يقول لهم هاتوا لي كوبايه ميه، كوبايه ميه مش قادر ابلع ريقي، مش قادر ابلع ريقي، ريقي ناشف. لان احنا ساعه السمباثيتك لما بيشتغل بيخلي لك السلايفا تطلع ريق ناشف تروفك يا اولاد يعني سك تروفك يعني ايه يعني سك اكتب لو عاوز تكتبه يعني ليتل ان فوليوم يعني ايه ليتل ان فوليوم قليل يعني احنا ساعه لما بنتخض بنطلع سلايفا تقيله وملزقه طب ودي ليها لازمه في الخناقه لا هي ملهاش لازمه بس هو ده اللي بيحصل احنا بنقول بص في احداث من دي بيبقى ليها لازمه وفي احداث ملهاش لازمه انت في لما بتتخض طبعا عينك بتبرق والكلام ده حلو عشان لو في خناقه في حاجه اخد بالي منها انما السلايفا بتطلع سكريشن تخين دي حاجه مش مهمه طيب الجلد ايه اخبار الجلد يقول لك الجلد ده هيبان عليك وانت داخل الشفوي اول ما تخش الشفوي هتلاقي كلكم وشكوا اصفر خالص واي حد يعدي يا حبيبي مصفر ليه يقول لك مرعوب
طب والسفران ده ايه ده؟ يقول لك ده نتيجة حصل فازو كونستريكشن في الجلد فبيخليك بالور. بالور يعني ايه؟ ماشي شاحب اللون. طب هلاقيك بس لونك مصفر بس؟ لا، وهلاقيك عمال عرقان من الرعب. كلنا كده لما بنترعب بنعرق بس. اه ولو انت قطه شعرك هيقف. اريكشن اوف هير اه معروفه، بس دي في الانيمال بس. لما بيتخضوا بتشوف في توم وجيري القطه لما تتخض شعرها بايه؟ بيقف. ليه؟ ودي عن هي الشعره ليها عضله. اه في عضله اسمها اريكتور بايلي ماسل، بس دي شغاله عند القطط بس، في الانيمال بس. احنا عندنا شعرنا مش بيقف اذا كان شعرنا موجود يعني. باسلات شعرك شعره هيقف بس ده في القطط. اوكي دكتور، انا هي شعرها بيقف ليه؟ ليه 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 شعرها بيقف؟ لان في كونتراكشن. ده بيحميها في ايه يعني؟ هيحميها في ايه شعرها ما يقف؟ لا بص، ما في حاجه السمباثيتك ده يا اولاد هتعرف لما تكبر. السمباثيتك ده بيشتغل في الاستريس، بيشتغل في السقعه. شايف ايه؟ لما تسقع. بص السمباثيتك بيشتغل في الاستريس وفي الايموشن، لما بتحب برضه السمباثيتك بيشتغل. وحاجه كمان، لا طب خلاص، بيشتغل في الاستريس وبيشتغل في الايموشن وبيشتغل كمان في السقعه. فالقطه لما تسقع شعرها بيقف. ليه الشعر بقى بيقف؟ هيحميها من ايه؟ يقول لك يحميها من الهواء. تبقى كانها بطانيه، لابسه بطانيه. البطانيه دي بتحميها من الهواء وتحميها من التلج، عشان لو في تلج نازل الشعر اللي واقف ده يخلي الجلد، يخلي التلج ما يلمسش الجلد بتاعها. فده يعتبر بطانيه ليها تمنع ان التلج لما ينزل عليها ما يلمسهاش. بس احنا كانسان مش محتاج انت الكلام ده طبعا. يبقى هو بيقف شعرها ده. غير كده برضه شعرها بيقف عشان يدفيها. ليه؟ لان احنا هنعرف كده السنه الجايه لما العضلات تعمل كونتراكشن، ولا السنه دي خدناها، لما العضله تعمل كونتراكشن تطلع ايه؟ هيت. تخيل بقى كل شعرها بيقف فعماله تطلع هيت، العضلات دي كلها هتطلع هيت. يبقى القصه دي مهمه للانيمال بس. ساعات السمباثيتك اللي رايح لراسك ده بيبوظ، بيعمل لك مرض اسمه هورنر. هورنر ده مرض لو السمباثيتك باظ. طب لو هورنال ده جالي ايه اللي يحصل؟ يقول لك يحصل اعراض عكس اللي انا قلتها كلها. يعني هتلاقي عينك بدل ما بترفع كده وتبرق، لا عينك هتقع توزس، يحصل دروب في الاور اي ليد. عينك بدل ما طالعه لبره تخش لجوه، تخش لجوه، يعني اسمها انوف سالاموس. البيوبل بتاعت عينك بدل ما البيوبل تبقى واسعه، احنا خدنا البيوبل بتوسع صح؟ ايه البيوبل دي؟ لا البيوبل هتضيق. مايوزس يعني ضيق. احنا قلنا جلدك بيبقى محمر ولا مسفر؟ مسفر. لا هنا في المرض ده جلدك هيبقى فيه دايلاتيشن وهيبقى ارسيمتس. ارسيمتس يا اولاد يعني محمر. ارسيمتس يعني جلدك لونه محمر. طيب احنا قلنا السمباثيتك بيخليك تعرق ولا لا؟ بتعرق. كنت بتبقى خايف بقى وبتعرق. هنا مش هتعرق. انهيدروزس يعني مفيش عرق. انهيدروزس يعني مفيش عرق. يبقى جفنك هيسقط، عينك هتخش لجوه، البيوبل هتضيق، هتحمر، مفيش عرق. توزس، انوبسالاموس، مايوزس، ارسيمتس، انهيدروزس. تحفظ الاسامي دي؟ لازم تحفظها. ده ايه ده؟ ايه الاسامي دي؟ ده مرض اسمه هورنر. بيحصل امتى؟ لو حصل دامج في السمباثيتك، لو السمباثيتك اللي راح لراسك باظ. طيب قول يا دكتور بقى السمباثيتك اللي رايح ولاد، السمباثيتك اللي رايح للثوركس. بص برضو انت هتذكر الاوريجين والريلي. احنا الاوريجين بيطلع من هنا والريلي بيبقى في جانجليا. دي حاجه بقى مش هنقعد نشرحها تبقى عارف. الاوريجين هنا بيقول لك من اول اربعه ثراثك، والريلي بيبقى فين؟ في سيرفايكال جانجليا وثراثيك جانجليا. اوكي دي حاجات انت هتذاكرها، دي عاوزه يعني حفظه بس. ده الاوريجين وده الريلي. احنا عاوزين بقى نعرف السمباثيتك بيعمل ايه على الثوركس. يقول لك هو الثوركس ده فيه ايه؟ الثوركس فيه ايه؟ في قلب، هارت ولنج. فانا هتكلم شويه على الهارت واتكلم شويه على اللنج. طب اتكلم كده على الهارت. انتوا طبعا شاطرين الهارت. على الهارت السمباثيتك بيعمل ايه؟ زود كل الخصائص، اكسايتابيلتي، كوندكتيفيتي، كونتراكتيفيتي، كله هيزيد.
اوكي. طيب على الكورونري السمباثيك بيعمل ايه؟ بيوسع الكورونري عشان القلب يشتغل كويس، فبيعمل كورونري دايلاتيشن، بيعمل فازو دايلاتيشن. طب على الرئه يا دكتور، هو انا في الخناقه، اكتب على دول اللنج، دول الثلاثه واربعه دي اللنج، هو انا في الخناقه محتاج هواء ولا مش محتاج؟ محتاج اكسجين، فلازم الرئه تشتغل، لازم البرونكيولز دي اللي هي الشعب الهوائيه تشتغل، تعمل حاجه اسمها برونكو دايلاتيشن، توسيع في الشعب الهوائيه عشان تاخد النفس براحتك. طيب البلاد فيسل بتاعت الرئه، طب احنا قلنا القلب يا اولاد، القلب بيشتغل اسرع صح؟ اوكي. والكورونري بتاعه بايه؟ بيوسع. طب الرئه، الرئه بتشفط هواء، بتعمل برونكو دايلاتيشن، توسيع في الشعب الهوائيه عشان تشفط هواء. طب الاوعيه اللي جوه الرئه، البلاد فيسلز اللي جوه الرئه توسع ولا ضيق؟ توسع ولا ضيق؟ يقول لك لا دي ضيق. ليه يا عم؟ انت عاوز دم عشان يحصل اكسجينيشن واكسشنج وبتاع. يقول لك لا، ما انا لو وسعت لك الاوعيه اللي هنا هتخلي الهواء مش عارف يخش، فانا لازم الاوعيه اللي في الرئه تعمل برونكو تعمل فازو كونستريكشن. يبقى البلاد فيسل ليه بتعمل فازو كونستريكشن؟ عشان ما تضغطش على الالفيولاي، فيبقى في مساحه ان الهواء يخش. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. في حاجه كمان عاوز تكتبها، ان السكريشن بيقل، افرازات الرئه بتقل، اللي هو المخاط بتاع الرئه يعني، السكريشن بيقل، ديكريز السكريشن. طب نيجي على الابدومن، يقول لك الابدومن السمباثيك بينزل لها علم على النيرف ده جريتر سبلانكنيك نيرف. ماله النيرف ده؟ بص يا ولاد، شويه الاعصاب، شويه الاعصاب اللي بتطلع من هنا وبتروح للابدومن بتتجمع في عصب واحد، يعني السته الاخرانيين دول يتجمعوا ويعملوا عصب واحد. العصب ده بيبقى اسمه جريتر سبلانكنيك نيرف. يبقى المساله جريتر سبلانكنيك نيرف ده ناتج عن انهي اعصاب؟ اخر سته في الثوراسيك، الشويه دول. حلو، الشويه دول هيتجمعوا ويعملوا عصب، العصب ده هيروح فين بقى؟ هيروح على الابدومن. طب العصب ده بيعمل ريلي، بيعمل ريلي في الجانجليا دي. جانجليا اسمها سيلياك وسوبيريو ميزنتريك وانفيريو ميزنتريك جانجليا، دي جانجليا لسه هناخدها، ده الريلي. طيب انا قلت لك زي ما قلت لك يا اولاد، الاوريجن اللي هو ده والريلي اللي هو ده، لحقت تذاكروا ذاكروا، اهم حاجه الفانكشن. تعال نشوف كده، هو السمباثيك هيجي على بطنك ايه؟ يشغل بطنك. ليه؟ هو انت هتشتغل ببطنك؟ هتتخانق ببطنك؟ يقول لك لا، ده انا بطني عاوز اسكتها. طب اعمل ايه في بطني؟ يقول لك هي بطنك دي كانت عامله كده، ده مثلا القولون اهو، ده القولون يا ولاد. يقول لك هو ينفع وانا بتخانق انزل ستولز، في ستولز تنزل وانا بتخانق وانا متعصب؟ لا مش هينفع. فيقوم يقول لك في الخناقه لازم الجدار بتاع الجي اي تي، كل الجدار الويل كلها تعمل ريلاكسيشن، والسفنكتر يقفل. لازم كده، اي سفنكتر، السفنكتر لازم يعمل كونتراكشن، والويل لازم تعمل ريلاكسيشن. ليه؟ ليه بعمل ريلاكسيشن في الول واقف السفنكتر؟ عشان لو في ستول ما تنزلش. اوكي؟ لان ما ينفعش واحد بيبقى بيتخانق هو في وسط الخناقه يقول لهم ثواني بس اروح الحمام وارجع اكمل الخناقه عادي. لا، فانا في الخناقه لازم الحمام يقف. طيب، حاجه كمان، الشرايين والاوعيه اللي في بطنك تعمل دايلاتيشن ولا تعمل كونستريكشن؟ تعمل كونستريكشن. ليه يا اولاد هتعمل كونستريكشن؟ يقول لك طب انا وسعت في القلب، ليه وسعت في القلب؟ عشان القلب هو اللي هيشتغل صح؟ وهيخلينا نتخانق. طب وهي الابدومن، الابدومن هي اللي هتخلينا نتخانق؟ لا. لا، يوم الابدومن نقفل كل الدم اللي عليها. طب بتقفل ليه الدم اللي هنا وبتسد ليه الطريق؟ عشان اودي الدم هنا دلوقتي. هناخد في الخطوه اللي بعد كده الدم هيروح هنا. يبقى في الخطوه دي علم لازم في الابدومن اقفل البلاد فيسل اللي في الابدومن. طب الاسبلين، الصوت، الاسبلين. يقول لك الاسبلين ده بيبقى معبي دم. الاسبلين ده هو الطبيعي الاولاد الاسبلين بيبقى معاه بدم. يقول لك في الخناقه بخلي الاسبلين يعمل كونتراكشن. ليه؟ عشان يطلع دم. اخد الدم ده اوديه فين؟ اوديه للسيركيليشن، اوديه للقلب، اوديه للعضلات. يبقى انا عاوز الاسبلين لازم يعمل ايه؟ كونتراكشن عشان يطلع الدم اللي متخزن. طيب الكبد، الكبد ملوش دور في الخناقه؟ الكبد وانا في ستريس ورايح اتخانق اهو، الكبد يقول لك الكبد بيكسر كل الجلايكوجين، فبيعمل حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس.
اوكي يا اولاد، يبقى بيكسر الجلايكوجين ويعمل جلايكوجينوليسيس عن طريق كده. حاجه كمان خدتها في ثانويه عامه، لازم الغده الفوق كلويه تطلع ادرينالين ونور ادرينالين. الغده الفوق كلويه تطلع ادرينالين ونور ادرينالين. ليه؟ انت خدت ان هو دي الهرمونات بتاع الامرجنسي، دي هرمونات بتطلع بتشتغل زي السمباثيك بالظبط، فلازم تطلع. طيب نيجي على البلبس، نيجي على البلبس. وصلت؟ هو البلبس بتاعنا فيه ايه البلبس؟ بس اهم حاجه هو في يورينري بلادر، وفي حته الاخيره دي اللي هي اسمها الريكتم. يورينري بلادر وايه؟ وريكتم. طب اسال سؤال، في الخناقه انا محتاج اليورينري بلادر تشتغل؟ لا. ينفع وانا في الخناقه اليورين ينزل؟ لا، يوم لازم نقفل الطريق. طب وجدار اليورينري بلادر نعمل فيه الجدار؟ نخليه يعمل كونتراكشن؟ ما هو اليورين هينزل. لا، نريلاكسيشن. يبقى علم في البلفس على الوول بتاع اليورين بلادر، على الوول اعمل ريلاكسيشن تمام، وعلى السفنكتر اعمل كونتراكشن. على السفنكتر اعمل كونتراكشن. ليه كل ده؟ انا بقفل يا اولاد، بقفل هنا واريح هنا عشان اليورين ما ينزلش. طب وعلى الريكتم اعمل نفس الطريقه، اعمل ريلاكسيشن في الوول وكونتراكشن في السفنكتر. طب اسال سؤال، هو انا كنت بتخانق بالاوعيه الدمويه اللي في بطني؟ لا، ده انا كنت بقفلها. طب الاوعيه الدمويه اللي في البلفس اقفلها برضه؟ انا مش عاوزها. طب يا دكتور امال انت هتفتح الاوعيه الدمويه فين؟ هفتحها هنا وهنا في القلب وفي العضلات بس. يبقى انت اي بلاد فيسل هنا هعمل فيها فازو كونستريكشن. حلو. السمباثيك برضه يا اولاد ليه دور غير الخناقه، ده دور بعيد. بص، كل الدور ده بيعمل الدور ده عشان الخناقه تطلع كويسه، عشان الاستريس تبقى انت فيه كويس. الدور ده ملوش علاقه بالخناقه، ده ايه؟ ده ايجاكيوليشن اوف سيمن، يعني ايه؟ يعني قذف الحيوانات المنويه. طب ده حاجه بتحصل اثناء الانتركورس اللي هو الجماع. طب قذف الحيوانات المنويه ده بيطلع ازاي؟ يعني السائل المنوي ده يطلع لبره ازاي؟ يقول لك اكيد عشان يطلع حاجه لبره اكيد بعمل ايه؟ كونتراكشن، اكيد هنعمل كونتراكشن. طب انت هنعمل كونتراكشن فين عشان السائل المنوي يطلع؟ يقول لك لازم تعمل كونتراكشن في ده. مين ده؟ الوعاء الناقل. تمام، ونعمل كونتراكشن في دي سيمينال فيزيكال للحويصلات المنويه، ولازم اعمل كونتراكشن في البروستاتا. يبقى الحاجات دي كلها هتعمل كونتراكشن تقوم تلاقي السائل المنوي طالع لبره. حلو، يبقى دي وظيفه كويسه كمان على البلمس. طب لا، عند على اليوترس يا اولاد في البنات بيعمل ايه في الرحم؟ يقول لك فاريبل افكت. يعني ايه فاريبل افكت؟ يعني ساعات كونتراكشن وساعات ريلاكسيشن حسب الست في اني وقت وفي اني ميعاد. يعني ست في نهايه الحمل نعمل فيها ايه؟ نهايه الحمل كونتراكشن عشان الواد ينزل. طب ست في بدايه الحمل ريلاكسيشن عشان الواد يقعد. فمين فالافكت بيبقى ايه؟ فاريبل. السمباثيك ممكن ساعات يعمل كده وساعات يعمل كده. طب نيجي على ده بقى، دراعاتك بقى، عضلاتك، اهم حاجه البلاد فيسل اعمل فيها ايه؟ البلاد فيسل اللي هنا ليه بقى؟ عشان هي دي اللي هتشتغل. حلو، فاهم اولاد اهم حاجه الكلمه الاخيره دي، فازو دراتيشن. فازو دراتيشن. طب ليه ليه ليه؟ عشان دراعك يشتغل كويس، ما يتعبش، ديلي فاتيج ما يتعبش، ولو تعب يخف بسرعه. ايرلي ريكفري، ديلي فاتيج وايرلي ريكفري. حته يا اولاد ان دراعك بيخف بسرعه دي وما بيتعبش بنسميها اوربيلي فينومينا، بنسميها اوربيلي فينومينا. طب يبقى على عضلاتك بعمل ايه؟ اهم كلمه فازو دايليتيشن. في حاجه بقى ما تنساهاش، اكيد دراعاتك دي فيها سكن صح؟ في سكن اهو. السكن ده هنعمل فيه ايه؟ يقول لك السكن ده هعمل فيه زي السكن بتاع الوش. ما هو كله سكن. السكن هعمل فيه زي الوش، ما بتكلمش على العضلات، بتكلم على السكن. هتعمل فيه ايه؟ هو في الوش كنا بنعمل ايه؟ كنا بنخليه بيل عن طريق فازو كونستريكشن، وكنا بنزود العرق، ولو انت انيمال هيعمل لك هير اريكشن. ولاد دول قلناهم في السكن بتاع الفيس. طيب وات؟ ولاد هو يعني ايه ستريس؟ ستريس يعني ايه؟ بص اي مشاعر بزياده، اي مشاعر بزياده، واحد بيحب بزياده السمباثيك هيطلع هيشتغل وهيبان عليه الاعراض دي. ليه؟ انت اول لما تبقى انت بتحب اهو، بص بلا خوف بلا بتاع، انت بتحب اهو، واد من العيال دي بيحب، والبنت عدت هتلاقي قلبك بيعمل ازاي؟
ما هي دي الكونتراكتيفيتي والاكسايتابيلتي والكونتراكتيفيتي، هو ده هيزيد. طب ولو شرحت قلبه، وريني قلبك قمت مشرحه، هلاقي الكورونري عامل فاز دلاتيشن. اوكي طيب، لو هو البنت معديه وقلبه بيضرب، لو بصيت على عينيه هتلاقي عينيه ما في الاول لما البنت عدت قفلها فتحها قد كده اهو. اوكي ايه دكتور ده هو اللي عاملها؟ لا اوتوماتيك، كله اوتونوميك. احنا الجهاز دلوقتي كتاب اسمه الاوتونوميك نيرفس سيستم. اوكي ولو قعدنا بقى ندرس هتلاقي كل حاجه زي ما انا شرحت. طب ينفع البنت تبقى معديه ويعمل حمام على نفسه؟ ينفع؟ لا. طب عشان نمنع الحمام هنعمل ايه؟ قولوا انتوا نمنع الحمام ازاي؟ نعمل ايه؟ اه نقفل الاسفنكتر ونعمل ريلاكسيشن فين؟ في الاول. يبقى انا عاوز افهمك حاجه، اي مشاعر بزياده بسميها ستريس، خناقه وغضب اسميه ستريس، خوف ورعب اسميه ستريس، حب اسميه ستريس، اي مشاعر بزياده بسميها ستريس. اوكي طيب مش بتسمع كده ولاد؟ الاسترس ده غلط على العيانين اللي عندهم قلب. اوكي الاسترس غلط على العيانين. ليه؟ لان الاسترس هيزود ضربات القلب. اوكي وهو اصلا قلبه مش مستحمل فممكن يموت فيها. فالدكتور بيقول للعيان ايه؟ بص ما تتعصبش وما تفرحش. ها الدكتور انت عاوز تمنع عني الفرحه؟ اه ما تفرحش. ليه هو بيقول له كده ليه؟ ما تتعصبش ماشي عشان ضغط معلاش وعشان السمباثيك. طب ما تفرحش ليه؟ عشان برضو السمباثيك هيشتغل، فرحه هيشتغل وحزن هيشتغل. يبقى اي ستريس هو ايه؟ اي مشاعر. تمام كده؟ طيب بص كده احنا خلصنا السمباثيك على الجسم، على الهيد ونيك بيعمل ايه، على الثوركس بيعمل ايه، على الابدومن بيعمل ايه، على البلفس بيعمل ايه، على الابر لمب واللور لمب بيعمل ايه، خدنا السمباثيك بيعمل ايه على كل حته. اوكي في هنا بقى سؤال اسمه الارم ريسبونس او ستريس ريسبونس. اسمه ايه؟ ستريس. اه بس ده تجميعه للسمباثيك بصوره تانية، ده ممكن تيجي في الامتحان. ده ايه ده؟ انا مش مفيش كلام جديد، هو هيعرض لك الموضوع بس بطريقه تانية. ده موضوع اسمه ايه يا اولاد؟ ستريس ريسبونس او الارم ريسبونس، او ليه اسم تاني اسمه ماس ديسشارج. دي عناوين كلها ممكن تيجي في الامتحان، ستريس الارم. ولاد دكتور هو اللي انت قلته ده يجي في الامتحان؟ قلت لك سمباثيك وبرا سمباثيك الاثنين بيجوا في الامتحان. اوكي دول اهم موضوعين عندك. طب انا لسه في السمباثيك، في موضوع اسمه الارم ريسبونس او اسمه ستريس. فانا ايه الارم؟ منبه يعني انذار. اوكي انا لو انا قاعد ولاد ولو ضرب صفاره دلوقتي ان في قنبله هتضرب دلوقتي في الاوضه كلنا هنعمل ايه؟ هنقوم؟ لا لا لا، الاول السمباثيك هيشتغل، بس اول لما السمباثيك يشتغل تلاقي قلبك في ثواني بيدق جامد، عضلاتك الدم مشي فيها. اوكي بطنك ما فيهاش دم خالص، البلفس ما فيهوش دم خالص، وصاروخ ايه هنطلع من الباب؟ لا مش الباب. وتلاقي العيال ده ايه، بص تلاقي الواد نط النطه جاب الدور الاخير. ارجل وده جابها منين دي؟ ما انا قلت لك السمباثيك بيعمل فاز دلاتيشن هنا يخلي العضلات قويه. دي ليه؟ ما تتعبش ولو تعبت تخف بسرعه. طب قول لي بقى، قول لي انت كده فرحتني، قول لي بقى يعني ساعه الانذار هيحصل ايه؟ اوكي ساعه الانذار هيحصل دول ولاد كلهم كلام متكرر. تعال بص كده، بص بنعرض الموضوع بس بطريقه ثانيه. يقول لك ايه؟ اول لما يضرب الانذار، نعم هو انا لسه شرحت براحه شويه. ايه انا كل ده بمثل؟ انا لسه ما شرحتش. هلاحظ. حاضر لاحظتها. لاحظتي يا اختي؟ ها لاحظت. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ يا ريت انت بتتعمل اكتر من كده. لحظه يا اولاد بقى معايا، لاحظوا كده. السمباثيك ده مش فاهمه ايه؟ السمباثيك بيشتغل اثناء الاستريس. اديني مثال تاني. السمباثيك بيشتغل اثناء الالارم. حلو دي محتاجه شرح، انا مش عارف هي محتاجه شرح ايه، بس السمباثيك. طب اقول لك الاسترس بيبقى فيه سمباثيك، الارارم بيبقى فيه سمباثيك، فهمتيها كده؟ انذار. يعني انا لما بيحصل انذار ليك اي صوره من صور الانذار، ما اقصدش بيه منبه، انذار انت السمباثيك هيشتغل. طب انا لما السمباثيك يشتغل ايه الاعراض؟ ايه الاعراض اللي هتبان عليا؟ اه هي دي. تعال نشوف بقى ايه الاعراض. دكتور طب ما انت لسه قايل الاعراض، هقولها لك تاني بس باسلوب تاني، كلام لغه تانية. بيقول لك ضغطك هيزيد، طب ما انا عارف ضغط قلبي هيزيد فضغط هيزيد، والكاردياك اوت بوت هتزيد، طب ما انا عارف. الدم اللي رايح للمصل هيزيد، طب ما انا عارف الدم اللي رايح للمصل هيزيد.
الدم اللي راح للجي اي تي لبطني هيقل، جي اي تي هيقل. طب الميتابوليزم في جسمي هيزيد. طب تركيز الجلوكوز في جسمي ايه؟ هيزيد الجلوكوز هيزيد. طب كنا قلنا الاسبلين بينقبض عشان يطلع ايه؟ دم. طب وعضلاتي برضه هتبقى ضعيفه ولا قويه؟ يبقى السترينث بتاعتها هتزيد. حاجه جديده بقى ما قلناهاش، الالرتنس هيزيد. ايه ده الالرتنس ده؟ التنبه. اللي هو المينتال اكتيفيتي، تركيزك هيزيد. انت ممكن تبقى نايم كده لغايه ما اقول لك في قنبله دلوقتي هتفرقع، تلاقي نفسك تبص صحت وفوق فين فين القنبله وهنعمل ايه، وتفكر تلاقي دماغك اشتغلت. اوكي، يبقى المينتال اكتيفيتي النشاط العقلي هيزيد. طب حاجه برده ما قلناهاش، تجلط الدم هيزيد. تجلط الدم، شوف حاجه نحطها من استيكه من بتاع اي حاجه، مفاتيح اي حاجه. طيب البرونكايا ولاد تعمل ايه؟ تتوسع ولا تضيق؟ تعمل برونكو دايلاتيشن. طب البيوبل، البيوبل توسع، بيوبل دايلاتيشن. تمام كده، بس هما دول الشويه اللي هتذاكرهم. الدم هيجلط ليه؟ عشان العضلات. عشان انا اصلا ربنا، هو ارجع للموضوع، هو ربنا عامل اصلا القصه دي ليه؟ عشان زمان لو انت اسد بيجري وراك وتعورت ما تقعدش تنزل لغايه ما تموت، الدم يتجلط على طول وتخف. فاهماني؟ طب دكتور الباراسمباثيك ده برضو تاني سؤال ممكن يجي لنا في الامتحان، باراسمباثيك. بص اللي حضر معايا من الاول، باراسمباثيك بيطلع منين؟ من هنا. من هنا ولاد، المنطقه دي اسمها منطقه المخ، اسمها كرينيال، شاطره. والمنطقه دي اسمها ساكرال. اوكي، واحنا هنجمع في الاخر، انا باخد تجميع كده، ان الباراسمباثيك بيطلع من كرينيو ساكرال. حلو. طب دكتور قول لي بقى الاعصاب دي بتعمل ايه؟ انت قلت لي في اربع اعصاب، كانوا رقم كام؟ 3 و7 و9 و10. كل عصب عاوزين نعرف عنه فايدته بس. الاعصاب دي مش لازم تذاكر الاوريجن والريلي بتاعها، ذاكر بس فايده كل عصب. قول لي كده العصب رقم 3، انا هاخد اعصاب رقم كام؟ 3 و7 و9 و10. في ناس قاعده مش فاهمه ايه الاعصاب دي؟ دي بتوع الباراسمباثيك. طب وايه الشويه الحمر دول؟ بتوع الباراسمباثيك. انا هدرسهم بقى. دول اسمهم كرانيال ودول اسمهم ساكرال. كرانيال اهم. طب نيجي للعصب رقم 3، علم كده. العصب رقم 3 ده بيعمل، بص يا ولاد، كل اللي انا هقوله هيبقى عكس الباراسمباثيك، عكس السمباثيك. يعني اعمل هنا بيوبل كونستريكشن، هو هناك كان ايه؟ بيوبل دايلاتيشن، فعلم هنا بيوبل كونستريكشن. ماشي. كان هناك جود فار فيجن، انما هنا يبقى ايه؟ علم جود، اكتب جود، اكتب مش كاتبها هو، جود نير فيجن. الفار فيجن والنير فيجن دي كنا بنعملها بعضله، كان اسمها ايه؟ سيلياري ماسل. كان العضله اللي عايز تحفظ اسم العضله سيلياري ماسل. خلاص انا قاعد مأنتخ بقى، مش محتاج ابص على مساحات بعيده، كويس ان انا ابص كده، اصل انا ببقى بتفرج على التلفزيون، بقرا في كتاب، كلها حاجات قريبه، انما في الخناقه انا محتاج جود فار فيجن. طيب نيجي نيرف اسمه فيشيال، ده النيرف رقم 7 فيشيال. ده برضو نعرف وظيفته، دي وظيفته، خليك تريل من كل حته. هتريل، بص هيزود السليفري سكريشن، اريل، ويزود اللاكريمال سكريشن، ويزود النيزل سكريشن. تاني سليفري نيزل لاكريمال. الناس فاهمه انا بقول ايه؟ يعني خليك تنزل ميه من كل حته، اديني ميه كده، علم سليفري، سليفري لاكريمال نيزل. في حاجات ليها فايده وفي حاجات مالهاش فايده. هو انا قلت باراسمباثيك ده وانا بتخانق، ولا وانا قاعد في البيت باكل وبشرب ومأنتخ؟ مأنتخ وقاعد في البيت باشا. اوكي، يبقى لازم السلايفا تطلع ولا ما تطلعش؟ تطلع. انهي سلايفا؟ السلايفا الثقيله المعفنه بتاعت السمباثيتك التخينه؟ لا، سلايفا حلوه بقى مالها؟ لارج فوليوم بقى ومليانه انزيمات هضم بقى عشان نهضم، ده انا قاعد في البيت ومأنتخ. حلو. برضو في افرازات هتطلع، الدموع ممكن تنزل وممكن النيزل سكريشن تنزل. طب دي ليها فايده؟ لا ملهاش فايده، بس الفايده الوحيده بتاعت السلايفا. طيب
انت اسمك ايه انت؟ انت محمد. لسانك لونه ايه؟ انت مطلعهولي ايه؟ انا بسالك على لونه. عمرك ما شفته؟ ها ها مش شايفه برضو؟ ولاد اللسان بيبقى لونه احمر صح؟ اوكي اللسان لونه احمر ليه؟ عشان اللسان اهو يقول لك التلتين الاولانيين في اللسان دول بيبقوا حمر وبرضو التلت اللي ورا احمر ماشي بس في نيرف بينزل يحمر هنا اسمه فيشيال نيرف وفي نيرف بينزل يحمر هنا اسمه جلوسوفارينجيال نيرف فعلم الفيشيال نيرف بيعمل فازو دلاتيشن في التلتين الاولانيين بتوع التانج هنا ما هو فازو دلاتيشن يعني خلوه لك احمر طب ودي حاجه مهمه يعني لساني يبقى احمر دي يعني حاجه مهمه هي مش حاجه مهمه قوي بس هو هتخليه ما هو ده الاورجن اللي بيدوق فما ينزل فيه دم يشتغل احسن فيدوق احسن طب ويدوق احسن ليه لان انا في فتره الانتخه وانا قاعد مكبر دماغي يعني ايه فتره عبد الرحمن مش فاهم يعني ايه فتره الانتخه بص يا حبيبي هو الانسان فترتين الفتره الاولانيه اللي هي بتاعه الاسترس الان خايف متوتر بحب مش على بعضي دي بقى عكسها اللي هي اسمها ايه بالعربي دي ريلاكسيشن بالانجليزي قصدي ريلاكسيشن متكيف هي بتمشي معاك متكيف خلاص دي الفتره دي وانت متكيف حلو كده ايه ولاد الدموع بتقولي الدموع هتنزل ازاي يعني انا مش فاهم لا ولاد الدموع بيبقى في الفتره دي مسموح لها تنزل هي مش لازم تنزل هي مسموح لها تنزل فانت لو اي حاجه حصلت هتخلي الدموع تنزل حد حكى لك قصه بتتفرج على التلفزيون وحصل حاجه مشكله تلاقي نفسك ايه وعمال تعيط اوكي فانا يعني انا مش لازم ولاد يعني انا وانا مأنتخ هو انا لازم اقعد اريل لا بس لما يكون في ايه هريل لما يكون في اكل ولاد الناس تركز بس في السمباثيتك في سلايفة هتطلع سمباثيتك لا السلايفة تبقى ناشفة دليل على كده ببقى ريقي ناشف وانا خايف ريقي ناشف طب في البرا سمباثيتك لا ريقي موجود ايه هبقى بريل لا مش بريل بس اول لما يجي اكل هيحصل ايه هلاقي السلايفة شغالة اوكي انما لو انا خايف انا خايف وحد جاب الاكل هريل لا مش هتحصل يبقى البرا سمباثيتك هو اللي بيسمح ان ممكن سليفري يجي ممكن النيزل يجي ممكن اللاكريمال يجي فاهم حاجه ماشي طيب نيجي جلوسوفارينجيال ده بيشتغل حتتين بس هناخد الفانكشن برضو بس سليفري سكريشن احنا مش عاوزين العكس او ما ساعات في ناس بيحصل عندهم عكس الكلام ده بس احنا خلينا في ال 90% من الناس هو اللي انا بقوله ده ولاد لسانك التلتين اللي ورا حمر ليه؟ لسانك كله احمر ليه؟ التلت اللي ورا فازو دلاتيشن في التلت الاخير بتاع اللسان يبقى ما اسالك الفازو دلاتيشن هنا سببه نيرف مين؟ هنا فيشيال طب وهنا؟ بس يبقى الناتج النهائي اللي لسانك كله احمر نتيجه الفازو دلاتيشن طيب نيجي الفيجاس ده اهم واحد وده اللي بيجي في الامتحان اهم ولاد سمباثيتك كله ممكن يجي البارا سمباثيتك كله يجي بس اكتر واحد بينزل في الامتحانات الفيجاس فيجاس اهم واحد كلمتين سليفري سكريشن وفازو دلاتيشن فيجاس يا ولاد ده العصب الحائر بص ايه العصب الحائر ده هما زمان شافوا عصب كده لقوه ماشي رايح للقلب للهارت ورايح للسوركس ورايح للجي اي تي فقال لك ايه العصب اللي عمال يلف على الناس كلها ده اوكي فسموه العصب الحائر لان ما كانواش عارفين هو بيعمل ايه ورايح يعمل ايه بس اكتشفوا بعد كده الفيجاس رايح على القلب بيعمل حاجه وعلى السوركس بيعمل حاجه وعلى الجي اي تي بيعمل حاجه تعال نبص كده الفيجاس ده رايح على القلب قولوا انتوا هيزود ضربات القلب ولا يقللها؟ هيقللها كل حاجه هتقل علم
اكسيتابيليتي كوندكتيفيتي كونتراكتيليتي كله هيقل. طب والكورونري؟ يجي على الكورونري يعمل فازو كونستريكشن. طيب على الرئه اعكس هناك على الرئه، هو هناك كان فيه ايه؟ برونكو دايلاتيشن هوا كتير، انما دلوقتي لا برونكو كونستريكشن. هناك كان فازو كونستريكشن، هنا فازو دايلاتيشن. هناك كان اقلل السكريشن، هنا ازود السكريشن. يبقى انا بص بص اللي ذاكر السمباثيك هيلاقي لوحده عارف الباراسمباثيك. نيجي على الجي اي تي، قولوا انتوا بقى على الجي اي تي. بص شايف الرسومات دي؟ لا ده انا قاعد بقى قدام ما انتخ او ايه او متكيف ومبسوط. ينفع اروح الحمام ولا لا؟ نروح. وانا متخانق مش هينفع اروح الحمام. طب انا قاعد في البيت باكل وبتفرج على التلفزيون اروح ولا لا؟ ينفع. حلو. طب عشان اروح الحمام قول لي الاسفنكتر يعمل ايه؟ ريلاكس. تمام يفتح بقى. حلو جدع. طب واي وول من هنا؟ الوول دي الوول تضغط تعمل كونتراكشن ولا ريلاكسيشن؟ تعمل كونتراكشن. ليه؟ عشان الاستولز تنزل وتروح الحمام. يبقى شاطر زي ما انت قلت الاسفنكتر يريلاكس، انما علم تحت الوول كونتراكت. الوول كونتراكت. طيب بقول لك ايه، انا قاعد بتفرج على التلفزيون اهو وعمال اكل اوكي، وهبروح الحمام والدنيا سالكه معايا اوكي. هو انا لما باكل محتاج هضم ولا لا؟ يبقى محتاج الناس دي تشتغل، ستومك ليفر بنكرياس ديدنم العالم دي كلها تشتغل. فريد كل الناس دي تطلع كل الافرازات اللي عندها، بنكرياس يطلع ليفر يطلع كله. طب يا ريت دي تشتغل برضو، ده انا قاعد باكل. مين دي؟ جول بلادر. ليه تشتغل ليه؟ عشان طلع بايل والبايل هيهدم. تمام. طيب انا خلصت مين الشويه دول، فاضل الشويه دول. مين دول؟ الساكرال. دول يا ولاد دول رايحين لفين؟ يقول لك رايحين اهم ثلاث اماكن دول، حتى هم تحت اكيد رايحين فين؟ تحت. هم تمشين تحت كده اكيد رايحين البلفس. هم بيبقى رايحين الريكتم ورايحين اليوريا بلادر ورايحين الجينيتاليا اوكي، اللي هي الجينيتال اورجن. تعال نشوف كده هيعملوا ايه، ولا اقول هو عبد الرحمن يقول لي. بقول لك دول رايحين لليوريا بلادر، يعملوا ايه في اليوريا بلادر؟ يوريناري بلادر ايه؟ يوريناري بلادر دي المثانه. يعملوا ايه؟ تمام يا جدع. هيشغلوا هيعملوا ايه في الاسفنكتر ويعملوا ايه في الوول؟ جدع. ريلاكسيشن في الاسفنكتر. انت شكلك هتقعدني في البيت فعلا. انت خلاص يا عم مستواك ايه ده؟ ربنا يستر. طيب لازم يحصل يا اولاد ريلاكسيشن في الاسفنكتر وكونتراكشن في الوول. علم بقى اليوريا بلادر اهي زي ما هو قال، ريلاكسيشن في الاسفنكتر وكونتراكشن في الوول. عشان نعمل ايه بقى؟ ننزل اليورين. عارف بقى التبول يعني ميكتيريشن، ميكتيريشن يعني تبول. تمام. عبد الرحمن مستواه ابتدى يتغير. طيب عبد الرحمن قول لي على الريكتم، على الريكتم اعمل ايه؟ بنعيد الكلام تاني على الريكتم نعمل ايه؟ ريلاكسيشن كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن في الاسفنكتر. عشان نعمل ايه بقى؟ ننزل الستول. عارف ننزل الستول يعني ايه؟ ديفيكيشن يعني تبرز. بجد. حلو. حاجه تانيه بقى، حاجه ملهاش علاقه بسمباثيتك وبره سمباثيتك، وظيفه تانية. هناك كان بيحصل قذف ايجاكيوليشن اوف سيمن صح؟ هنا بقى البارا سمباثيتك بيقدر يعمل لك اريكشن. يعني ايه اريكشن؟ يعني انتصاب. يعني ايه اكتب اريكشن؟ يعني فاز دايليتيشن. بيخلي لك الفينس اللي هو العضو الذكري ده يحصل له فازو دايليتيشن، فلما يحصل له فازو دايليتيشن يحصل له اريكشن. طيب يبقى لما دي بتسلف شفوي على طول الاريكشن، مين اللي بيعمله اريكشن؟ بارا سمباثيتك. مين اللي بيعمل ايجاكيوليشن؟ سمباثيتك. تمام. طيب نعم.
مين بيندم؟ ها؟ انتصار. يعني ايه؟ بص يا ولاد، لا عبد الرحمن ما تبص دي مش هتبقى عارفها، مستحيل تبقى عارفها دي. عبد الرحمن تأهب كده زي ما يكون هيشرح، اوكي؟ لا انا بقول لك دي مش هتعرفها، مستحيل. بص يا ولاد، طيب ولاد اتسال مره في الشفوي، اتسالت مره في الشفوي، قال له الباراسمباثيك، الباراسمباثيك بيعمل ايه على السكس اورجان؟ الباراسمباثيك بيعمل ايه على السكس اورجان؟ قال له بيعمل اريكشن. قال له ايه الاريكشن ده؟ الاريكشن ده زي ما بتسال ايه الاريكشن ده الدكتور؟ قال له اريكشن انتصاب. قال له برضه يعني ايه؟ قال له يعني ماسل كونتراكشن. قال له الانتصاب هو الواد متخيل ان الاريكشن ده عباره عن ماسل كونتراكشن. لا احنا نفهمه الاريكشن ده عباره عن ايه؟ فازوليتيشن. طب ايه اللي بيحصل؟ الولد بيبقى عنده حاجه اسمها بينس. البينس ده بيبقى داخل له ارتري زي اي اورجان، داخل له ارتري وطالع منه فين، في ارتري اهو وفي فين. بص اللي بيحصل بقى، بص البينس، انت اكيد المفروض كنتوا خدتوه في الاناتومي، البينس ده او في الهيستولوجي، البينس ده تركيبه من جوه ايه؟ يقول لك نسيج عادي مليان فراغات، في فراغات كده، الفراغات دي فاضيه ماشي. يقول لك اول لما الباراسمباثيك يشتغل الارتري ده بيعمل فازو دلاتيشن، الارتري ده هو بيعمل فازو دلاتيشن. طب لما الارتري يعمل فازو دلاتيشن الدم هيجرى له ايه؟ هيجي كتير زي العضلات، مش العضلات كان بيجي لها دم كتير؟ حلو. لا الارتري ده كمان هيجي له دم كتير. طب لما الدم الكتير يجي الدم ده هيروح يملى الفراغات دي، فالفراغات دي تتملي. تمام يا دكتور، الفراغات هتتملي. طب لما الفراغات تتملي تلاقي الاورجن ده اللي هو البينس ده طول وزاد في العرض، نسمي لما يطول كده ونسمي الالونجيشن والسيكنس نسمي دي اريكشن. يبقى تاني لما اسالك، بص بقى لما اسالك في الشفوي يعني ايه اريكشن، تقول لي كلمه ايه؟ فازوليتيشن. محدش بقى يقول لي الاريكشن ده، الاريكشن ده عباره عن ماسل كونتراكشن، ده عباره عن فازوليتيشن. طيب والسنه الجايه، بص يا ولاد الكلام ده هنفهمه السنه الجايه، لان احنا عندنا السنه الجايه عندنا حاجه اسمها ريبرودكشن، تكاثر، اوكي؟ هنفهم كل القصه دي ماشيه ازاي وبتحصل ازاي، كل كلمه فيها هتحصل ازاي هنفهمها. طيب سيب مش مهم الجدول ده. بص انت كنت بتساليني ولاد، احنا هنعمل مقارنه سريعه كده، ما انا هقوله مقارنه سريعه ما بين سمباثيك وباراسمباثيك. حلو. كنت انت بتسالني، بص كنت او مش عارف مين اللي كان سمباثيك يا اولاد، سمباثيك يقول لك ايه؟ شايف الواد ده بيجري اهو، خايف اهو، هو بيجري كده، يبقى مين اللي اشتغل؟ سمباثيك. تمام. يقول لك السمباثيك بيشتغل لو انت فايت او فلايت. يعني ايه فايت؟ هتتخانق فايت، اوكي، او مرعوب وهتجري. فاللي كان بيسالني ايه ده، هو هيشتغل وانا بتخانق ولا وانا بجري؟ في الاثنين، السمباثيك بيشتغل في الاثنين، بحارب او بطير. طب والباراسمباثيك بيشتغل وانا ايه؟ متكيف، ريست. طب وانا قاعد في الريست ده، وانا قاعد في الريست، انتوا كلكم اول ما بنقول ريست وتطلعوا، اوكي، في الريست بتعملوا ايه؟ بتاكلوا عشان تعملوا ايه؟ تعملوا دايجيشن. حلو، احنا نقعد نقارن ما بينهم كده. بس مقارنه اهي بسيطه اهي. بص هنا الباراسمباثيك بيطلع كرانيو ساكرال، كرانيو ساكرال. امال السمباثيك كان طالع ايه؟ سوراكو لامبر، من الحته دي. سمباثيك من هنا، الباراسمباثيك من هنا. ماشي يا دكتور. يقول لك احنا لسه ما خدناش الجانجلي. باراسمباثيك ده بيعدي على جانجلي اسمها تيرمينال جانجلي. ده بيعدي على سمباثيك جانجلي او كولاترال جانجلي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ موضوع لسه هناخده. في انواع، بص في انواع للجانجليا، اللي هو يعني ايه جانجليا؟ يعني ايه جانجليا؟ عقده عصبيه. العقده دي انواع، ساعات في الباراسمباثيك بيبقى اسمها تيرمينال، في السمباثيك بيبقى اسمها سمباثيك او كولاترال. طيب انتوا ولاد انت تعرفوا دكتور انا هي يعني اي عصب من دول بيعدي على جانجليا؟ اي عصب من دول لازم يعدي على جانجليا.
حتى دول بيعدوا على جنجلي برضه ودول بيعدوا على جنجلي. طب في يفرق؟ اه النوع بيفرق. في حاجه كمان، في حاجه كمان غير النوع، الطول، طول الاعصاب بيفرق. هو احنا بنسمي، بص بنسمي العصب قبل ما بيخش الجنجلي بنسميه ايه؟ بنسميه بري جنجليونك، والعصب بعد ما بيطلع بنسميه ايه؟ بوست جنجليونك. ده اسمه بري وده اسمه ايه؟ طب قول لي يا عبد الرحمن ده اسمه ايه؟ ده اسمه بري برضو قبل الجنجليا وبعد الجنجليا اسمه ايه؟ بوست. حلو. انا في مقارنه هنا ما بين البري وما بين مين؟ البوست. بص لقوا دايما البري في ده طويل لكن البوست قصير، هنا العكس، البري هو اللي قصير والبوست هو اللي طويل. يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت تلاقي بص بص ده بس سمباثيتك اهو، تلاقي الجنجليا قاعده هنا، لما الجنجليا تبقى قاعده هنا الحته دي كان اسمها ايه؟ بري. والحته دي اسمها ايه؟ بوست. حلو. البري ده قصير ولا مش قصير؟ والبوست اسمه طويل ولا مش طويل؟ طويل. هم لقوا السمباثيتك دايما البري شورت والبوست لونج، امال في دول لا العكس، تلاقي ده لونج ودي شورت. ناس ادم تنحى مش فاهمه حاجه. اوكي انا عندي جنجل ايه؟ مفيش، ده مفيش سبب، ده الاناتومي بتاعها. لقوا الجنجل هنا، انتوا خدتوا في ولاد خدتوها في الاناتومي، خدتوا الاسبانال الكورد ده بيبقى ماشي جنبه جنجليا، كان اسمها ايه؟ كان كنت بتسموها ماسكه في بعض، كان اسمها سمباثيتك تشين. كانت بتبقى بعيده ولا قريبه؟ ده لازقه على طول، كنت بتشرح ايه لازقه؟ ما هي عشان هي لازقه في العمود الفقري كده، كانت تلاقي الحته دي مالها؟ شورت، انما الحته دي ايه؟ لونج. هنا بقى الجنجليا لا، الجنجليا بتبقى بعيده، بتلاقي الحته دي لونج انما دي اللي شورت. يبقى علم في السمباثيتك البري بيبقى شورت والبوست بيبقى لونج. ها؟ نعم؟ يعني ايه هتفرق؟ ده الاناتومي بتاعها. يعني انت لما كنت بتاخد البراكيال ارتري ماشي، البراكيال ارتري ماشي ميديال للتندون بتاع البايسبس، هيمشي هتفرق في حاجه لو مشي لاترال؟ اقول لي هتمشي هتفرق في حاجه؟ قول انت هتفرق؟ هو ربنا خلقها كده؟ ربنا خلقها كده؟ اقول له لا. انت يا عم عبد الرحمن انت ايه رايك؟ السمباثيتك بيشتغل في الامرجنس، موافق على الجمله دي؟ سمباثيتك بيشتغل في الامرجنس، موافق؟ موافق؟ تمام. طب الباراسمباثيتك بيشتغل وانت ريلاكسد، صح؟ يعني ايه ريلاكسد؟ ما انت تمام. حلو. بص يا ولاد اكتب، بدل ما تيجي اكتب الكلمه دي من عندك، اكتب هنا لوكالايزد وهنا جنرالايزد. لوكالايزد جنرالايزد، هنا لوكالايزد وهنا جنرالايزد. يعني ايه؟ يقول لك السمباثيتك ده لما يشتغل يشتغل جنرالايزد، يعني ايه؟ يضرب يخلص على الجسم كله، يعمل كل حاجه في الجسم مره واحده. بس البرا عشان كده كنا ساعات نسميه ماس ديسشارج. عارف يعني ايه ماس؟ ماس يعني كلي، على كل الجسم، يعني جنرالايزد. انما البرا سمباثيتك بيشتغل لوكال. يعني ايه لوكال؟ يعني انت بص برا سمباثيتك ممكن تلاقيه اشتغل في حته وساب حته. يعني ممكن تلاقيه مثلا لو انت بتاكل تلاقيه شغال مركز على الاكل، اوكي، وساب الابدومن. ولو انت قاعد في الحمام تلاقيه ركز على الابدومن وساب الاكل. يعني الباراسمباثيك في شغله دايما بيبقى ايه؟ لوكالايزد، بيشتغل في اماكن معينه. انما ده الراجل لما بيشتغل عشان كده بص لما انت بتخاف بص تلاقي كله بيحصل مع بعض، نفسك عرقت وعينك وسعت وعضلاتك بتشد وقلبك بيدق، خلاص، وبتجري. تمام. يعني المصل بتعمل بتزود الاكتيفيتي بتاعتها ومركز. طيب ولاد بس هي ايه يا دكتور العقده العصبيه دي؟ دي اسمها جانجليا. طب هي الجانجليا دي بتبقى عامله ازاي؟ يقول لك لو انا كبرتها لك بيبقى النيرف داخل كده ويخش يعمل ريلي ويطلع كده. تمام. طب هي الجانجليا دي بيطلع جواها كيميكال ترانسميتر؟ بيطلع جواها كيميكال ترانسميتر. طب قول لي كده، هي الجانجليا هنا ولا الجانجليا هنا بيطلع فيها نفس الكيميكال ترانسميتر؟ ايه هو استالكولين؟ علم كده ان البري جانجليونك والبوست جانجليونك ما بينهم بيطلع هنا استالكولين.
وبيطلع هنا برضو استالكولين تاني جوه. لما اسالك جوه البتاعه دي في ايه؟ استالكولين. طب وجوه دي في ايه؟ استالكولين. طيب طب دكتور هو النيرفات دي وهي ماشيه في اخرها اكيد بتطلع كيميكال ترانسميتر، والنيرف ده برضو اكيد في اخره بيطلع كيميكال ترانسميتر. الكيميكال ترانسميتر هنا عن هنا يفرق؟ يقول لك لا يفرق بقى. هنا كان استالكولين، انما هنا لا، بتلاقي هنا دايما غالبا بيطلع ادرينالين وهنا غالبا بيطلع استالكولين. اللي بالصفحه كده هتلاقي هنا بيطلع ادرينالين وهنا بيطلع استالكولين. هقول ولاد النيرف هو ماشي، اي نيرف في اخره هيطلع ايه؟ كيميكال ترانسميتر. اسال سؤال، هتفرق لو انا سمباثيتك او انا برا سمباثيتك؟ يقول لك اه. هو مش الشويه اللي تحت دول برا سمباثيتك ودول ايه؟ سمباثيتك. السمباثيتك دايما بيطلع ادرينالين اللي هو يعني بيطلع ادرينالين او اللي هو الابنفرين، بيطلع نور ابنفرين، بلاش كلمه ادرينالين خليها نور ابنفرين، وده دايما بيطلع استالكولين. نيرف في اخره ممكن يطلع نور ابنفرين وممكن يطلع استالكولين. لو هو سمباثيتك هيطلع نور ابنفرين، لو هو برا سمباثيتك هيطلع استالكولين. طيب هو النور ابنفرين، انت لو تفتكر في النيرف ومصر لما خدنا، هو الاستالكولين لما كان بيطلع على العضله كان الاستالكولين بيطلع ويعمل ايه بعد كده؟ جدع، بايند تو ريسبتور. حلو. طب هي الريسبتور دي، بص ولاد، الريسبتور اللي بيمسك فيها الاستالكولين اسمها ماسكارينيك ريسبتور، الريسبتور اللي بيمسك فيها النور نور ادرينالين او النور ابنفرين اسمها ادرينرجيك. تاني، لما اي كيميكال ترانسميتر بيطلع لازم يمسك في الريسبتور. هنا الريسبتور اسمها ايه؟ ماسكارينيك. وهنا الريسبتور اسمها ايه؟ ادرينرجيك. واحنا هناخد كمان شويه الادرينرجيك دي بتبقى نوعين، نوع اسمه الفا ونوع اسمه بيتا. طيب في حاجه برضو تذاكرها، هو انا قلت مين اللي بيبقى جنراليزد ومين اللي لوكاليزد؟ حلو. ممكن نقولها بطريقه ثانيه، ممكن نقول على السمباثيتك ديفيوز، على ما كلمه ديفيوز يعني ايه؟ ديفيوز منتشر، انما ده سبيسيفيك متخصص. علم على الموضوع، على الكلمه دي بيتكلم يا اولاد على الدايفرجن. يعني ايه دايفرجن؟ يعني كلمة دايفرجن تفرق، دايفرجن يعني تفرق. الأعصاب دي دايما متفرقة، ديفيوز ديت أقل في التفرق، دي بتبقى سبيسيفيك. آخر حاجة بقى التنظيم. بص يا ولاد، السمباثيتك البوستيريو هايبوثالاموس بينظمه، البارا سمباثيتك الأنتيريو هايبوثالاموس. إيه الهايبوثالاموس ده؟ ده حاجة في المخ اسمها، دي حاجة في المخ اسمها تحت المهاد، اوكي بالعربي اسمها تحت المهاد. دي حاجه بتنظم السمباثيتك ودي حاجه بتنظم الباراسمباثيتك. الهايبوثالاموس ده ناخده في سنه ثانيه ان هو جزئين، في جزء انتيريور وجزء بوستيريور. ايه؟ ماشي. بص يا ولاد، انا قلت جوه عبد الرحمن، جوه هنا بيطلع كيميكال ترانسميتر اسمه جوه الجانجلي استالكولين، جوه الجانجلي اسمه استالكولين. طب احنا قلنا اي لما بيطلع اي كيميكال ترانسميتر لازم مين اللي يستناه؟ ريسبتور. حلو. الريسبتور اللي بتستنى هنا جوه الجانجلي اسمها نيكوتينيك ريسبتور، والريسبتور هنا برضه اسمها نيكوتينيك ريسبتور. ليه 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 اسمها هنا زي اسمها هنا؟ ما هو بيطلع هنا استالكولين وهنا استالكولين، نفس الاستالكولين فبيروح يمسك في نفس الريسبتور. كده الجدول خلص؟ طيب هو في جدول، هات لي كده اول الاوتونوم ولاد. ريفلكس ارك ده في مراجعه بتيجي، بص في جدول بيجي في الامتحانات، الجدول ده تبعه، الجدول ده اللي هو صفحه 13 ده جدول تبع الريفلكس ارك. حلو. انا عشان اشرح لك الجدول، انا الجدول ده اللي بيجي في الامتحان، هو ده اللي جالكم؟ اوكي. الجدول ده عشان اشرحه لك لازم اشرح لك بس كلمتين هنا كده عشان تفهم حاجه. انت برضو اخر السنه رقم واحد وانت بتراجع،
رقم واحد في مذاكرتك سمباثيتك وباراسمباثيتك، خلصتهم الباقي بقى كله اقل اقل في المذاكره، حتى الجدول اللي انت هناخده ده اللي انت جالك اقل في المذاكره. اهم حاجه اخر السنه سمباثيتك وباراسمباثيتك. طب قول لي كده الاول، في حاجه اسمها ريفلكس ارك، اكتب عليه هو هو الريفلكس اكشن، اكتب ريفلكس ارك هو الريفلكس اكشن. ده ايه ده؟ الريفلكس مكوناته كلمه صراصير، خدناها الكلمه دي قبل كده مليون مره. حلو، انا بقى عاوزك هو ده الموضوع ده اللي بيشغل فيه الصراصير. حلو، بس انا ده ما يجيش اخر السنه، لان الصراصير هو بدل ما يجيب لك اتكلم عن الصراصير اوكي، لا هو يقول لك طب ما انا قلت لك ده انا اديتك مليون ريفلكس، ما انت خدت ريفلكس مثلا الديفيكيشن فاكرينه، ديفيكيشن افرنت سنتر افرنت بتاع ده تطبيق بتاع كلمه صراصير. بس احنا عاوزين عشان نشرح دلوقتي لازم اقول لك يعني ايه كلمه صراصير دي. هديك مثال، لو دي رجل واحد اوكي، رجل الواد عبد الرحمن وهو ماشي اوكي، احنا نعرف منين يعني؟ بص عبد الرحمن كان ماشي داس على دبوس اوكي، اسمي الدبوس ده ستيمولس ماشي. انا ولاد انا بشرح لك دلوقتي تركيب الريفلكس ارك عباره عن كلمه صراصير، بسمي الدبوس ستيمولس، خبط في الريسبتور بتاعت عبد الرحمن، قام الريسبتور بعتت افرنت ماشي، الافرنت راح السنتر ماشي، رجع بعت افرنت ماشي، الافرنت راح للعضلات بتاعت عبد الرحمن عمل فيها ايه؟ عمل فيها ريسبونس، قام هو شال رجليه بالظبط كده. هو ماشي لما يدوس على الدبوس هتلاقيه عمل كده خلاص اوكي. طيب هنسمي ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. انا عاوزك تعلم على العناوين دي ولاد، اي ريفلكس ارك بيكون اكتب في الاول بيبقى بيكون من ستيمولس، اكتب علم اكتب كلمه ستيمولس، هو مش كاتبها اكتب ستيمولس. تاني حاجه بيكون من ايه؟ اكتب علم على كلمه ريسبتور، ريسبتور بعد كده بيكون من كلمه ايه؟ افرنت، علم على كلمه افرنت، بعد كده لازم يبقى عندك سنتر، علم على كلمه سنتر، بعد كده عندك على كلمه افرنت، علم على كلمه افرنت، بعد كده تعالى على الاورجن افكتور اورجن واكتب عليها ريسبونس. ما هو اللي هيعمل الريسبونس هو الاورجن اللي هي عضلات عبد الرحمن. يبقى انا اي ريفلكس عباره عن ايه؟ ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. طب دكتور مش هذاكر التفاصيل الكتابات والبتاع، ما بيجيش اخر السنه ده. طب انت لو بالعافيه انا جالك ممكن يجي لك الجدول بقى اللي هو التطبيق عليه. ايه ده؟ هو ليه احنا بنعمل ريسبونس لو بعد كده بتعمل ريسبونس بتعمل ريسبونس بس الريسبونس اللي انت بتعمله ده ما بيبقاش فولنتري، ده كله ايه؟ انفولنتري، لان احنا بنشرح في كتاب دلوقتي اسمه اوتونوميك، فكل ده انت بتعمله بدون ما انت تدرى. هو مين اللي نظمه؟ السبانال كورد. لو تلاحظ انا عامل السنتر، هو السنتر بتاعك جوه مين؟ السبانال كورد. وانا انا عامله لفوق بس هو اصلا المفروض يبقى هنا، رجلك دي رجلك دي هنا. طب فانت الريسبونس بتحصل خلاص، امال ليه بعدها بشويه بحس بقى وافهم على ما بعد كده الاشاره تطلع لغايه المخ؟ ما هو الاحساس ده بيبقى ليه سنتر هنا، على ما الاشاره تطلع فدي بتيجي خطوه رقم اثنين. يبقى انت الريسبونس عشان احميك الاول دي خطوه رقم واحد، تحس بقى دي على ما توصل لمين؟ للكورتكس، ودي هناخدها السنه الجايه. طيب عبد الرحمن بقول لك ايه؟ في ريفلكس يا اولاد خدناه في الدايجستر، لو في كاكا هنا كاكا اهي، الكاكا دي بعتبرها دي الاستيمولس، الاستيمولس بيخبط في الريسبتور، الريسبتور بتبعت افرنت، الافرنت بيبعت افرنت، الافرنت بيجي يعمل ريسبونس. قول لي يا عبد الرحمن ايه الريسبونس؟ كونتراكشن في القولون فالايه؟ الستولز تنزل. تمام. ايه ده يا دكتور؟ ده انت كده، ده انت دكتور شاطر. يعني انت يا نهار اسود، يعني ممكن الريفلكس ده يحصل في اي حته؟ ممكن يحصل في رجليك؟ تمام. ممكن يحصل في بطنك؟ تمام. يبقى الريفلكس ده ممكن يحصل في اي حته. بس معلش بقى، في فرق ما بين الريفلكس ده والريفلكس ده. ليه يا دكتور؟ ما هما الاثنين حاجه واحده. ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. هما الاثنين حاجه واحده.
لا مش هما الاثنين حاجه واحده. ده ريفلكس بسميه اوتوماتيك او اوتونوميك، انما ده ريفلكس بسميه سوماتيك. ليه؟ لما اكون انا لما اكون رايح لعضلات بره بسميه سوماتيك، لما اكون رايح لعضلات في البطن بسميه اوتونوميك. عشان كده احنا هنعمل مقارنه بقى، هات المقارنه. انا هشرح الفرق ما بين الريفلكس ده والريفلكس ده. بص الريفلكس ده بسميه سوماتيك وده بسميه اوتونوميك. دكتور ده يعني ايه ده سوماتيك وده اوتونوميك؟ بص ناخدهم حاجه حاجه كده. هو انا الريفلكس ده لما حصل اتحكم، الريفلكس ده كان هدفه يتحكم في ايه في عبد الرحمن؟ في الماسل دي اسمها ايه الماسل دي؟ سكريتال ماسل. عشان كده يقول لك عاوزين نفهم بقى المقارنه دي جات لك وما كتبتوش حاجه فيه، افهمها عشان تبقى سهله بالنسبه لك. بس المقارنه دي يا اولاد المقارنه دي عاوزه فهم، نركز. دي مقارنه بيدرس ايه؟ بيدرس الفرق ما بين جهاز عصبي اسمه سوماتيك وجهاز عصبي اوتونوميك. ايه دول؟ دول اللي هو بيدرس العلاقه ما بين الريفلكس ده اسمه سوماتيك وده اوتونوميك. ايه الفرق يا دكتور؟ ما الاثنين صراصير. لا الاثنين مش صراصير كده وخلاص، الاثنين صراصير بس في فرق. بص بقى صوت هنا بتحكم في سكليتال ماسل، هنا بتحكم في سموث ماسل. تعال نبص صح كده، ده بيتحكم في مين؟ سكليتال ماسل. امال دي نطلق عليها ايه البتاع دي؟ سموث ماسل. يبقى هنا سكليتال هنا سموث ماسل. هي ممكن تبقى لازم سموث، لا ممكن تبقى كاردياك ماسل، بس خليها بس هنا سكليتال ماسل وهنا سموث ماسل. طيب بص يا ولاد، هو انا الحاجات اللي في بطنك دي انت بتتحكم فيها اراديا ولا لا اراديا؟ بطنك وحركه ده لا اراديا يعني وانت مش واعي اصلا هي بتحصل. فهنا دايما التحكم unconscious. هنا ايه؟ unconscious. انت عمرك ما كنت انت مسؤول عن اي حاجه في الانتستين من جوه، انت unconscious يعني غير واعي عنها. انفولنتري وانت مش عارف ما تقدر. يعني في حد قاعد يقول ايه؟ يلا يا بطن يلا اهضمي احسن يا جسدي اهضمي يا عيني ايوه يلا يا استومك يلا دودنا بقى ركز ركز يا دودنا ركز تمام كده حلو خش بقى جيجنم اليم على الحمام بقى. هل انت بتعملها؟ لا انت بقى انكونشس. طب بص على العضله دي، العضله دي طول عمرها اساسا لما عبد الرحمن داس على الدبوس ورفع كده ده انكونشس، ده انكونشس اوكي. بس هو العضله دي لما بتشتغل طول عمرها انكونشس ولا ممكن تبقى كونشس في بعض الاحيان؟ لا ممكن تبقى كونشس. ما هي انا اللي بعملها يا عيني عليك. ايه ده لوحدك؟ وانا كونشس. يبقى انا ممكن الحاجات السوماتيك دي ممكن تشتغل كونشس وممكن تشتغل انكونشس، بوعي او بغير وعي. ماشي. بص الريسبونس، الريسبونس بص يا ولاد، هو الريفلكس ده لما كان بيحصل لما عبد الرحمن شرحهولي، شوف عبد الرحمن قال لي جمله حلوه، قال لي ايه؟ الريفلكس ده هيروح هبعت، بص بص قال لي هبعت على الول واعمل فيها ايه؟ كونتراكشن. حلو. وهو زود كلام وقال لي هبعت كمان، وده كنا بنقوله هبعت رساله هنا كمان اعمل هنا في السفنكتر ريلاكسيشن. يعني انا ممكن اروح اعمل استيميوليشن في حته وانهبيشن في حته ثانيه، يعني اعمل كونتراكشن في حته وريلاكسيشن في حته ثانيه. هو دايما الحاجات الاوتونوميك دي ممكن تبقى فيها حته ستيميوليشن وممكن تبقى فيها حته ايه؟ انهبيشن. زي ما هو شرح لي، هو قال لي ده هيجي هنعمل كونتراكشن لكن في البتاع ده هنعمل ايه؟ ريلاكسيشن. طب بس لكن رجلي بقى، وانا اول لما دوست على الدبوس رجلي عملت ايه؟ رفعت دي وريحت الثانيه مثلا عملت فيها لا انا مسكت دي عملت فيها كونتراكشن. هو الريفلكس ما فيهوش غير حركه واحده ان انا اعمل ايه؟ كونتراكشن. فدايما السكريتال ماسل دي لما بتعمل هتبقى بتعمل ايه؟ كونتراكشن. ماشي. طيب احنا كنا كاتبين هنا افرنت ولا مش كاتبين؟ افرنت. اكتب لي هنا افرنت، اكتب لي تحت دي افرنت. افرنت افرنت مش افرنت، افرنت بالاي.
بقول لك يا عبد الرحمن ده اسمه ايه؟ ده رايح للعضله، ده اسمه ايه؟ افرنت. تمام. واللي رايح للقولون بيقول له اعمل كونتراكشن اسمه ايه؟ افرنت. حلو. عاوزين نقارن ما بين الافرنت والافرنت ده. انت اسمك ايه؟ ايوه انت اللي قاعد قدام كريم مصطفى. بقول لك يا مصطفى ده اسمه افرنت وده اسمه افرنت. اوكي مصطفى، في فرق ما بين ده وده؟ لو مشيت معاهم كده وده مشيت معاه في فرق في التركيب؟ اه ايه ده؟ بص ده ايه؟ حته واحده، انما ده حتتين. حته واحده ولا حتتين؟ لا ده حته واحده انما ده حتتين. يا ولاد بقى ما ينفعش كده. بص يا ولاد، مصطفى قال لنا ايه؟ مصطفى قال لي الافرنت ده حته واحده لكن الافرنت هنا حتتين. حلو. نكتب بقى الافرنت هنا حته واحده هنا حتتين. يا دكتور تمام فهمتك. يعني ده بيبقى ركز يا ولاد، الافرنت حتتين، ادي حته وادي حته، هنا الافرنت حته واحده، ده فرق ما بينهم برضو. يبقى هما الاثنين صراصير بس في فرق، هنا حته وهنا حتتين. ايه يا دكتور هو ليه بقى حتتين؟ يقول لك اصل الريفلكس ده لازم بيعدي على جانجلي، لازم بيبقى فيه هنا جانجلي بيعدي عليه. ده حتى احنا بنسمي الطرف ده بري جانجليونيك والطرف ده بنسميه بوست جانجليونيك. يبقى علم لي الحتتين دول ليهم اسم، اسمهم ايه الحتتين؟ واحد اسمه بري واحد اسمه ايه؟ بوست. تمام. طيب نعم، ليه في جانجليا هنا؟ ما احنا لسه بص في موضوع هناخده اسمه جانجليا. هو ايه لازمه الجانجليا؟ ولاد الجانجليا بنحطها لما نكون عاوزين نعمل ريجوليشن. عاوزين نعمل ايه؟ يعني ده احسن من ده. ليه؟ لان وجود الجانجليا دي محطه كهرباء في النص. الريلي ده بنسميه ريلي او ساينابس، يعني تشابك عصبي. التشابك العصبي ده مهم في التنظيم، هناخده دلوقتي. هو حته واحده ايه؟ لا انت عاوزه تسمي ده دي جانجليا، بس عاوزه تسمي دي جانجليا وده يبقى اسمه بري وده بوست. امال الصراصير هتبقى فين؟ احنا بنسمي ده افرنت وده افرنت وده سنتر، انما جوه السنتر ما ينفعش اقسم بري وبوست، بره السنتر ينفع اقسم كده. اتفقنا؟ طيب اخر حاجه بقى، علم لي هنا على فنترال هورن ولاترال هورن. على مع الكلمه دي ولاد، اكتب على البودي دي، على البودي اكتب جنبها السنتر، يقصد بالبودي السنتر. اكتب السنتر هنا فنترال هورن وهنا لاترال، وبدل بارت خليها هورن. هورن يعني قرن. بص يا ولاد، مش اللي عنده خلاص اللي عنده اسئله يخليها للاخر. اوكي على ما اخلص عشان الناس ما تتوهش. ممكن ده اسمه افرنت، ده اسمه افرنت، في فرق ده حته واحده وده حتتين. في كمان فرق بقى السنتر ده اهو ولاد، الحركه دي جوه ما دام جوه السي ان اس ما سمهاش جانجلي، الحركه دي بسميها سنتر. السنتر هنا بيبقى حته في السبانال كورد اسمها لاترال هورن، انما السنتر هنا حته تانية في السبانال كورد اسمها فنترال هورن. ليه؟ هو السبانال كورد هناخده السنه الجايه متقسم جوه لقرون، كان بيبقى عامل كده السبانال كورد يا اولاد، جوه عامل كده حرف اتش. عارف كل واحده من دول من الحاجات دي، وبقى فيه هنا على الحرف هنا الحاجات دي كلها، كل واحده منها اسمها هورن. ففي واحده بتبقى عامله سنتر في اللاترال هورن وفي واحده عامله سنتر في الفنترال هورن. فانت علمني كده البودي او بنسميه السنتر، هنا هيبقى السنتر فنترال هورن، هنا السنتر اللاترال هورن. طيب حاجه كمان هنقارن في السينابس. يعني ايه سينابس؟ تشابك عصبي. امشي مع ده كده، لما مشيت معاه عنده كام تشابك عصبي؟ في تشابك اهو وتشابك اهو. طب امشي مع ده عنده كام تشابك؟ عنده تشابك هنا، يبقى اكتب ده عنده تشابك واحد ده عنده اتنين. الناس مش فاهمه حاجه، ده تشابك وده تشابك، ده تشابك واحد يبقى ده واحد لكن ده اتنين. خلاص عشان نخلص الجدول. ولاد لو تلاحظ وانا برسم
راسم لك البتاع ده تخين. ده تخين. ليه 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 مسميه تخين؟ لان هو مايلينيتد، عليه مايلين. لو تلاحظ برضو ده، هل ده كله تخين؟ لا، ده الحته دي بس اللي تخينه. اوكي، الحته دي تخينه، عشان كده يقول لك البري جانجليونيك بيبقى مايلينيتد، البوست جانجليونيك ان مايلينيتد. يبقى تاني، ها هسألك في الاخر، صوري ده يا ولاد، ده كله ايه ماله؟ مايلينيتد. انما ده هو ده قسمناه حتتين، اسمه ايه؟ بري اند بوست. البري ماله؟ مايلينيتد، والبوست ان مايلينيتد. ده برضه من حيث الهيستولوجي بتاعه. اخر حاجه، يلا بص يا ولاد، هناخد بقى مقارنه في النيورو ترانسميتر. ايه دكتور اخبار النيورو ترانسميتر؟ بص هنا بيطلع لي استالكولين او لا، ده هو بيقارن ما لا هنا اولاد. واحنا قلنا لما النيرف بيروح للعضله، النيرف لما بيروح بالعضله بيشغل عليها ايه؟ ازاي النيرف بيروح يشغل العضله؟ كان بيطلع عليها ايه؟ نيورو ترانسميتر كان اسمه ايه؟ استالكولين. فهنا النيورو ترانسميتر هو الاستالكولين. نيورو ترانسميتر هنا هو الاستالكولين. انما ده اللي راح يشغل الانتستين ده، ده لا، ممكن يبقى حاجتين، ممكن يبقى استالكولين او نور ادرينالين. اوكي، ده ممكن يبقى استالكولين او نور ادرينالين. علم هنا ده دايما مين؟ استالكولين. هنا ده بقى لا اما هيبقى استالكولين لا اما نور ادرينالين او نور ابنفرين. اهو استالكولين نور ادرينالين. طيب زين قال لنا، زين قال لنا ايه؟ لما استالكولين يطلع لازم يمسك في مين؟ في ريسبتور. الريسبتور هنا علم اسمها نيكوتينيك. الريسبتور هنا ثلاثة، لا نيكوتينيك لا ماسكارينيك لا ادرينرجيك. نيكوتينيك او ماسكارينيك او ادرينرجيك. ايه يا دكتور؟ يعني الريسبتور هنا خلاص قلت لي الريسبتور هنا نيكوتينيك، طب هنا ثلاثة ليه؟ ما هو يقول لك بص في ريسبتور في الحتة دي، دي بتبقى نيكوتينيك، ريسبتور اسمها نيكوتينيك. طب والريسبتور هنا؟ لا دي ممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقوا ماسكارينيك او ادرينرجيك. ماسكارينيك او ادرينرجيك، ماشي. طيب في لا لا ثواني 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 صوت اوتونوميك جانجليا. بص يا اولاد اكتب كده، دي لو جالك سؤال في اخر السنه تبقى عارف الديفينيشن، تبقى عارف التايبس، تبقى عارف الفانكشن. ديفينيشن وتايبس وفانكشن. 21 ديفينيشن وتايبس وفانكشن. بص ايه ايه تعريف الاوتونوميك جانجلي؟ يقول لك دي عباره عن كوليكشن اوف نيرف سيل او اتسايد السي ان اس، شويه خلايا عصبيه متكلكعه ومتجمعه بره الجهاز العصبي. تاني عباره عن كلاستر يا اولاد، يعني كوليكشن، اكتب فيها كوليكشن. كوليكشن اوف نيرف سيل نيورونال سيل اوتسايد السي ان اس، ده التعريف. كلاستر اوف نيورونال سيل اوتسايد السي ان اس، او كلاستر او 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 نقول عليه كوليكشن اوف نيورونال سيل اوتسايد السي ان اس. حلو. طيب وفي تعريف تاني ليها برضو، الاوتونوميك جانجليا هي جانكشن ما بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك. ما احنا طول عمرنا عمالين نقول ايه؟ ده البري وده البوست، يبقى هي وهي في النص، يبقى هي ايه؟ يبقى هي جانكشن بتوين ايه؟ بري اند بوست. ماشي، اللي بالصفحه كده انت خلصت، اكتب الحته ده كل اللي انا بقوله ده ديفينيشن. طب ايه الانواع؟ الانواع مكتوبه عندكم وحشه جدا في الكتاب، فركز عشان ايه؟ نفهمها كويس. بص يا ولاد، ده نوع وده نوع، وعلم لي ده النوع الثالث. واحد اثنين الثالث اقول له هو باراسمباثيتك. طيب كل نوع هنعرف عنه ايه؟ اسم ومكان ومثال. اعرف كده، اكتب اعرف اسمه كل نوع من الجانجلي دي، اسم ومكان ومثال.
اول نوع من الجانجليا اللي انت خدتها في الاناتومي اسمها ده سيمباثيتك. دي جانجليا بيبقى سيمباثيتك. اوكي ليها اسم تاني، اكتب الاسم التاني اللي هو لاترال. اسمها ليها اسم اسمها لاترال، ده الاسم التاني. حلو، طب مكانها فين؟ بص كاتبين انا كلام اي هبل. اوكي اكتب انت خدتها في بوث سايد اوف فيرتيبرال كولم، موجوده على البوث سايد اوف فيرتيبرال كولم. يعني ايه على البوث سايد اوف فيرتيبرال كولم؟ جانبي العمود الفقري. يبقى عرفت اسمها لاترال، عرفت مكانها. فاضل مثال عليها، مثال اكتب 3 12 5 5 1 3 12 5 5 1 ايه 3 12 5 5 1 دي؟ ايه 3 12 5 5 1 جدع، 3 سيرفايكال 12 ثوراسيك 5 لمبر 5 ساكرال 1 اكسجين بس. فتكتب لي كده، مش تقعد مش تجيش في الامتحان تكتب 3 12 5 5 1 وبس، تمام؟ لا تكتب جنبهم مين الثلاثه دي؟ سيرفايكال، وال12 دول مين؟ ثوراسيك. يبقى انا عندي دول موجودين حوالين العمود الفقري وليهم اعداد. بص الاعداد هنا ملخبطه شويه اللي مكتوبه هنا، سيبك منها، خلينا الاعداد اللي انا رتبتها لك دي 3 12 5 5 1. طيب النوع اللي بعد كده نوع اسمه ايه؟ كولاترال. حلو، ليه اسم تاني؟ ما انا قلت لك بعرف اسم ومكان ومثال. ايه الاسم؟ بريفرتبرال، ليها اسم تاني علم، اسمها بريفرتبرال. بريفرتبرال. طب المكان فين؟ اكتب على الاوريجن، اكتبها انت اوريجن اوف بيج ارتريز. ايه اوريجن اوف بيج ارتريز؟ انت خدت في الاناتومي ان انت عندك ارتري كبير اسمه اورتا، طالع منه فروع صغيره، واحد اسمه سيلياك، واحد اسمه سوبير ميزنتريك، واحد اسمه انفيريو ميزنتريك. اوكي الفروع دي ايه؟ فروع سيلياك سوبير ميزنتريك انفيريو ميزنتريك. الفروع دي حاضر يا دكتور عبد الرحمن، حاضر انا هرد عليك يوم النتيجه، مش هرد عليك دلوقتي. اوكي وانا في البيت ماشي. ولاد بص، شايفين الارتريز الكبيره دي؟ في جانجليا عند كل ارتري. يبقى اكتب هي الجانجليا دي موجوده فين؟ عند الاوريجن اوف بيج ارتريز. طب ايه المثال؟ ايه المثال؟ علم سوبر ميزنتريك ومثال انفيرير ده المثال، اكتب ده المثال سوبر ميزنتريك انفيرير ميزنتريك، وفي تحت هنا السيلياك، سيلياك وسوبر ميزنتريك وانفيرير ميزنتريك. اخر نوع الباراسمباثيك جانجليا، ليها اسم تاني علم اسمها تيرمينال، ده الاسم التاني. حلو، موجوده فين؟ بنعرف اسم عنها وبنعرف موجوده فين. علم امبيدد في الوول بتاع الاورجن، يعني موجوده في الاورجن، في جدار الاورجن، محفوره في جدار الاورجن. امبيدد وذين الوول اوف اورجن. طب اديني مثال، احفظ اسامي منهم مثال على دي. احنا كل واحده عرفنا عليها مثال، دي انا اعرف عليها مثال. علم كده مثلا سيلياري جانجليون، تريجو بلاتاين جانجليون، سب مانديبولار جانجليون. حلو، دي كلها يا اولاد جانجليا موجوده في الهيد والنك. حلو، نقي الاسم السهل بالنسبه لك وكفايه حتى واحد. الفانكشن في واحدة مثال تاني عليها برضو، اوتيك جانجليون. اوتيك جانجليون. اخر حاجة بقى يا اولاد، انا قلت ديفينيشن، انواعهم فانكشن. اللي كان بيسألني ليه عندنا جانجليا، ليه طول عمرنا في جانجليا؟ لان الجانجليا دي تعتبر محطة ريلي ستيشن. ليه؟ طب محطة بتعمل فيها ايه المحطة دي؟ بننظم فيها. والله لو امبلس ضعيفه نقويها، لو امبلس قويه نضعفها، يعني ممكن ننظم الامبلس. فدي تعتبر محطه ريلي ستيشن، يعني محطه. حاجه كمان ديستريبيوتنج سنتر، مركز توزيع. ليه؟ ساعات يا اولاد الجانجليا دي بتبقى اهي وداخل نيرف، النيرف ده يتوزع لجوه كده ويطلع كذا نيرف، ساعتها اسمي الجانجليا دي مركز توزيع. Distributing center.
لانها ممكن تطلع يبقى داخل واحد يطلع لك يجي تسعة بوست جانجليونيك بس.